Concentration of solutions and volumetric analysis. بالعربي دي يا شباب هي تركيز المحاليل والتحليل الحجمي. Volumetric جاي من volume. طيب نقرا التعريفات سريع ونمشي للكالكوليشن. The concentration of a solution is the strength of a solution. نقول يا شباب المادة مركزة اللي هي القوة strength اللي هي مركز مخفف اللي هي حسب كمية المذاب والمذيب. كمية المذاب والمذيب. ما هو المذاب؟ اللي هو the solute. Solid substance. طبعا ما شرط تكون solid substance لكن هي بتقرب لكم المسألة فقط. Solute هو المذاب يا شباب. Solute هو إيش يا شباب؟ المذاب. إذا كان بس خلكم معي دقيقة. أيوة. إذا هنا واضح عندكم أوضح هنا شباب ولا ما واضح؟ بالنسبة لي واضح. شايفين إنه ملون الحين ولا غير ملون؟ ملون. أي تمام تمام. طيب هنا يا شباب سوليوت معناته المذاب وسولفنت اللي هو المذيب. تمام معانا يا شباب. To form the solution the process is called solvation اللي هي الإذابة. طيب most solutions are aqueous. Aqueous معناته إيش يا شباب؟ أسمع إجابة. ما هي aqueous؟ aqueous جاي من aqua. في إجابة ظن في الشات محلول. أيوة aqueous مش محلول يا شباب. aqueous معناته محلول مائي. aqueous معناته إيش يا شباب؟ محلول مائي. واضح معاي؟ يعني which means that the solvent is water. In some cases, the solute or solvent may also be a solid, liquid, or gas. يعني باختصار يا شباب المحلول يتكون من مكونين أساسيين مذاب ومذيب. المذاب والمذيب ممكن يكون أي شيء من حالات المادة. المذاب والمذيب ممكن يكون أي شيء من حالات المادة. يعني سائل غاز صلب. طيب A solution may be prepared by dissolving a more concentrated solutions into the solvent, a process known as dilution. طيب إذا كان عندنا محلول مركز وأضفنا له ماء زيادة مثلا المذيب حيصل له إيش يا شباب؟ حيصل له تخفيف. كلمة dilution معناتها التخفيف. إذا أعطينا اللي هو قانون التخفيف. التركيز قبل التخفيف في الحجم قبل التخفيف بيساوي التركيز بعد التخفيف في الحجم بعد التخفيف. طيب ما هي الأشياء اللي بتقاس في هذه اليونت؟ Common measurements of concentrations. Density كثافة. ما هي الكثافة؟ الكثافة هي يا شباب weight in grams per cubic centimeter. يعني الكتلة على الحجم. يعني الكتلة على الحجم. طيب ماس اللي هي weight of solute هنا بالجرامز. جرامز على الحجم. الحجم ممكن يكون بالمليليتر أو يكون بالسنتيمتر المكعب. يبقى جرام لكل مليليتر أو جرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب ممكن يكون باللتر أو ممكن الويت يكون بالكيلوغرام. إذن دي التحديد. الكثافة برضو هي مقياس للكونسنتريشن. الكثافة هي مقياس للكونسنتريشن. نقول مادة كثيفة أو مادة خفيفة. طيب ويت بيرسنت اللي هي النسبة المولية النسبة المئوية الوزنية. النسبة المئوية الوزنية. إذا ماس أوف سوليوت ذات ميكس أب 100 يونتس أوف ماس. بنحسبها كيف؟ الكتلة. طبعا يا شباب الآن عندنا يا شباب سوليوت. ما هو السوليوت يا شباب؟ السوليوت اللي هو المذيب. لا السوليوت اوت هذا مذاب. سوليوت مذاب. طيب والسولفنت مذيب. مذاب ام مذيب؟ مذيب.
مذيب. اذا يا شباب المحلول اذا كان عايزين قلت لك المحلول how to calculate the mass of solution. مما يتكون solution يا شباب؟ solvent and solution. طيب عندنا كتلة السولفنت، عندنا سولفنت كتلة الصاليوت، عايزين كتلة الصاليوشن، نعمل ايش؟ الآن عندنا كتلة الماء مثلا 15 جرام، وضفنا لها 10 جرام من الملح، كم كتلة المحلول؟ نجمعهم الاثنين بتكون 25. نجمع ال 15 زائد ال 25 زائد ال 10، ال 10 تدينا 25 اللي هي يا شباب كتلة المحلول بتساوي كتلة المذاب زائد كتلة المذيب. دي هي كتلة المحلول اللي هي weight of solution. عندنا كتلة المذاب على كتلة المحلول ضرب 100، يعني الجزء على الكل مضروب في 100. لاحظ يا شباب؟ دي النسبة المئوية. تمام يا شباب؟ والنسبة المئوية الوزنية، لاحظوا نسميها وزنية weight per weight، لأنه بنقسم ماس على ماس. واضحة يا شباب ولا ما واضحة؟ رمزها percentage weight per weight، وزن المذاب على وزن المحلول في 100. طيب volume percent اللي هي دي النسبة المئوية الحجمية، بدل نقسم كتلة على كتلة بنقسم حجم على حجم، حجم المذاب على حجم المحلول. حجم المحلول هو عبارة عن حجم المذاب زائد حجم المذيب. طيب نضرب في كم؟ 100. طبعا بعد كده العلاقات دي بتجيبها انت كشباب. طيب بنرمز لها شنو؟ بيرسنتج فوليوم بير فوليوم، بول فوليوم بير فوليوم. طيب عندنا طريقة أخرى بنعبر بها عن التركيز، part per million، جزء من المليون. جزء من المليون، المليون هو 10 raised to 6. 1 million is equal to 10 raised to 6. إذن الآن نحن بدل نضرب في 100 هنضرب في شنو يا شباب؟ نضرب في مليون. أيوة، اللي هي weight of solute اللي هي كتلة المذاب over weight of solution، كتلة المحلول. بدل نضربها في 100 بدل تكون نسبة مئوية تكون نسبة مليونية، ونرمز لها ببارت بير مليون. دي كلها شباب طرق التعبير عن التركيز اللي هي ways of concentration، how to express concentration. طيب part per billion، billion اللي هو مليار يا شباب، part per million بدل نضرب في 10 أو 6 حنضرب في 10 أو كم؟ 9 لأنها billion، ألف مليون، billion معناتها ألف مليون. طيب إذا كان عايزين طبعا وزن الصاليوت بنقسمه على، طيب مولاريتي اللي هي المولارية. ما هي المولارية؟ المولارية هي number of moles per liter of solution، عدد مولات المذاب في لتر من المحلول، بالعربي نقولها عدد مولات المذاب في لتر من المحلول. مولاريتي is the number of moles of solute per liter، moles of solute over liters of solution. طبعا اذا كان اعطانا الحجم بالمليلترات نحول الى لتر، نقسم على 1000، لان 1 لتر، 1 لتر بيساوي 1000 مليلتر. صح يا شباب ولا خطا؟ المولارية اذا مول لكل لتر، وبنرمز لها بام، ام صغيره او مولا، سوري انا نرمز لها بام كبيره. نجي للمولاليتي اللي هي كابيتال ام يا شباب، مولر ما مولل، مولر. مولاليتي اللي هي هنا عندنا كتله المذاب
per kilogram of solvent وليس solution يا شباب. خلوا بالكم معي في المولاليتي المولالية. كل الفات ده بنتكلم على solution، كل طرق التعبير عن التركيز السابق بنتكلم على المحلول. المحلول هو مجموع المذاب زائد المذيب، لكن الآن نتكلم على solvent المذيب فقط. في المولالية المولاليتي اللي هي weight of solute per kilogram of solvent. Per kilogram of solvent. More per kilogram. ونقول عليها molal أو small m. تمام؟ طيب. مول فراكشن. بالعربي إيش نسمي المول فراكشن يا شباب؟ الكسر المولي. كسر المولي. ممتاز يا غسان. كسر مولي يعني إيش يا شباب؟ كلمة كسر يعني الكسور. الكسور عندكم في الرياضيات يعني المول حق السبستانس على المول على الكومباوند كامل. الحين عندي أكثر من مادة، عندي ثلاثة مواد، أجيب عدد المولات الكلي، عدد المولات للأولى زائد الثانية زائد الثالثة، ده عدد المولات الكلي. طيب عايز النسبة المولية اللي هي حيكون فراكشن، حيكون الأول على عدد المولات الكلي، الثاني عدد مولات الثاني على عدد المولات الكلي، الثالثة عدد مولات الثالث على عدد المولات الكلي. طيب إذا كان جمعنا عدد المولات النسبة المولية كلها للموجودة في إيناء التفاعل بتكون كم النسبة المولية الكلية؟ كم؟ What is the total amount of the molar fraction؟ بنجمعهم؟ إذا كان جمعناهم كلهم حيساوي كم؟ 100 أو 1 100% اللي هي 1. طبعا إذا كان تكلمنا على كسور اللي هي حساوي 1 صحيح، إذا كان تكلمنا بالنسبة المئوية حيكون 100%. نجي ناخذ عندنا ثلاثة مواد A و B و C، إذن عدد المولات الكلي حيكون مجموع مولات A زائد مجموع مولات B زائد مجموع مولات C اللي نسميها total moles اللي هو ده العدد الكلي. طيب إذا كان عايزين النسبة المولية the mole fraction of A، هنقسم عدد مولات A على النسبة الكلية على العدد المولات الكلية، B على الكلية، C على الكلية. طيب إذا كان عايزين النسبة المولية الكاملة ليهم كلهم نجمعهم الثلاثة حيكون واحد صحيح، لأنه مسؤول لنا 100%، وهذه يجيكم في true and false. Total mole fraction equal 1. Total mole fraction equal to 1. طيب ناخد sample problem. قال لك 100 ملي solution was prepared by adding water to gain 10 grams of sodium chloride. Calculate the density in gram per liter and the molarity of the solution. طيب يا شباب عشان نحل المسألة لابد نطلع المعطيات. ما هي المعطيات يا شباب؟ ماذا عندنا من المعطيات يا شباب؟ What is the volume of the solution؟ What is the total volume of the solution؟ أول كلمة 100 ملي solution، إذن what is the volume of the solution؟ تسمعوني يا شباب ولا ما تسمعوني؟ إيه أسمعك أسمعك. كم الفوليوم حق السليوت زائد الفوليوم؟ لا لا الآن، لا الآن من المسألة هذه مش القاعدة. ايش المعطى اللي هو 100 ملليلتر؟ ايوه خلاص اعطانا حجم المحلول اللي هو حجم المحلول اللي هي V solution بيساوي 100 ملي. هذه معطى طلعها اول. طيب was prepared by adding water to 10 grams of sodium chloride. What is the solute؟ ما هو الصوليوت يا شباب؟ الصوليوت المذاب اللي هو ايش في المسألة هذه؟ اللي هو الـ NaCl. ايوه تمام مصطفى، NaCl صح يا عبد الله، اللي هو الصوديوم كلورايد. What is the solvent؟
H2O. ممتاز. طيب what is the weight of or what is the mass of the solute? 10 جرام. تمام تمام. اذا من هنا على طول عندك الويت اللي يساوي 10 وتعوض مباشرة. اول شيء قال لك calculate the density. How to calculate the density? الدنسيتي هي الكتلة على الحجم. ايوه. كتلة كم يا شباب؟ 10. الكتلة 10 تقسمها على 100 لكن... في 10 أسالة 3. ممتاز. لأنه قال لك بير لتر. صح؟ أيوة. إذا نحول ال 100 دي لليتر. اللي هي تقسم 10 على 0.1. تطلع 100. تطلع 100. 100 ايش؟ جرام بير لتر. جرام بير لتر ايوه. طيب مولاريتي. المولاريتي هي نمبر اوف مولز. تحول الجرام الى مول بعد تقسمها على. طيب نحول الجرام الى مول كيف؟ نجيب المولر ماس اوف. ايوه المولر ماس اوف ان اي سي ال. اللي هو 58.5 تقريبا. يبقى ايوه 10 تقسيم. 10 تقسيم 58.5 تقريبا بيديها نمبر اوف مولز. 0.17. كم؟ 0.17. تمام. طيب نقسمها على الحجم بالليتر. نقسمها على 10 في 10 أس 3. نعم هذه تحولها لجرام كيلو جرام صح؟ تحول لا الى لتر. لا مولاريتي وليست مولاليتي. مولاريتي. اوكي اوكي. مولاريتي يا شباب خلوا بالكم اتذكروا الار مع لتر ومول الكيلو جرام من السولفنت. مول اذا كان ما عندنا ار معناته ما عندنا لتر ما عندنا حجم عندنا كتله. مول الار بتشبه الليتر مولاريتي لتر. طيب يا شباب نمشي للثاني. ديتيرمين ذا مولاليتي. الحين سالك من المولاليتي ولا المولاريتي؟ مولاليتي. مولاليتي. اذا حنتكلم على كتلة المذيب. كيلو جرام اللي قلتها قبل شوية يا عبد الله. ايوه. اوف ان ايكوس H2SO4. وات از H2SO4؟ اسمه ايش يا شباب؟ اللي هو هيدروليك سلفيت. سلفوريك اسيد. سلفوريك اسيد ايوه. سوليوشن. طيب نقول ايكوس. ايكوس معناته شنو؟ معناته مائي يعني مذافي الماء. سوليوشن which consists of 24.4 جرام of acid in 222.4 of solution جرام of solution. انتبه معايا يا شباب. الآن أعطانا ثلاثة أشياء. أعطانا what is the solute. المعطى الأول هو solute. إيش solute؟ ما هو solute؟ solute هو H2SO4. ما هو solvent؟ solvent إيش يا غسان؟ aqueous solution. ايش اسمه السولفنت بيكون بهذه الحالة لأنه قلنا ايكوس. ها ايكوس معناته اكوا. اكوا معناته الماء. السولفنت هو ايش؟ تمام يا عبد الله. تمام يا مصطفى. H2O. طيب المولالية بتساوي كتلة المذاب اللي هي weight of solute. What is the weight of solute? كم هنا solute وزنه كم؟ 24.4 جرام. قسمة ايش يا شباب؟ قسمة كيلو جرام of solvent. طيب what is the weight of solvent? Solvent 24.4. لا that's solute. 222.4. اخطأنا. ليش؟ لانه ده وزن المحلول.
اقرا المزح دوزني ايش. تمام عبد الله يقول لكم نطرح، والاجابه صحيحه يا شباب. هذا وزن شنو يا شباب؟ هذا وزن السولوشن كامل. لكن احنا ما عايزين وزن السولوشن كامل، عايزين وزن مين يا شباب؟ سولفنت صح، اللي هي الماء فقط. اذا 222.4 طرح 24.4، لانه المحلول يتكون من المذاب والمذيب، واحنا عارفين المذاب 24.4. اذا هنا حنطرح كم الناتج، كم السولفنت بيكون شوي 199.6. حسب لكم عبد الله 199.6 كم؟ 6. بعد كده المسألة اتحلت، هنقسم كتلة المذاب اللي هي 24.2 قسمة كم يا شباب؟ دي نقسمها، لأنه دي يا شباب بالجرام وإحنا عايزينها بالكيلو جرام، هنقسمها على 1000، هتكون 0.11996. أقسم كم دي يا شباب تساوي؟ دي ما دي بالجرام، احنا عايزينها بالكيلو جرام. طيب هنا لاحظوا بالطرح، شايفين يا شباب، ونقسم تكون 122 تقريبا. ايوه اللي هي كم؟ فاصل 1.025 صح؟ سوري إيه؟ لا انا اخطات هنا، المفروض اجيب النمبر اوف مول. سوري، ال 24 دي جرامز يا شباب صح؟ بنحولها للمول، لان هي نمبر اوف مولز بير كيلو جرام اوف سولفنت. تقسمها على 18 صح؟ نقسمها، لا 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 نجيب على 98 يا شباب، نقسمها على اللي هي المولر ماس اوف سلفوريك اسيد. مولر ماس اوف سلفوريك اسيد بيكون معانا تقريبا 0.248. يا لاحظوا عندكم H2SO4 هنا ديل بكم؟ 2 ضرب 1 بيساوي 2. هنا عندنا 1 ضرب 32 بيساوي 32، وعندنا هنا 4 ضرب 16 8 اللي هي 64. ديل تجمعهم كلهم تلقاهم 98. إذن the molar mass عندنا 24.4، نقسمها على المولر ماس عشان نجيب النمبر اوف مولز. إذن هنا يا شباب حسب عدد المولات، عدد المولات اللي هي نقسم الكتلة، كتلة السوليوت على كتلة المولية اللي هي المولر ماس، جاتنا اللي هي 0.248 ونقسمها على كتلة المذيب. طيب نمشي ليه المسألة الثالثة. The concentration of an aqueous sulfuric acid. aqueous على طول معناته ايش يا شباب؟ ما هو المذيب؟ ما الله، ما عندما نقول ايكوس يا شباب معناته ايش؟ محلول مائي. ايوه على طول معناته مائي. عبد الله انت طلعته ولا معانا؟ تمام مصطفى، تمام قال محلول مائي. سلفوريك اسيد اللي هو H2SO4 قال لك is given as 65% weight per weight، اللي هي هنا نسبة المئوية الوزنية. Calculate the mole fractions of the components of the solution. ما هي مكونات solution components؟ ما هي مكونات solution يا شباب؟ Solvent and solute. اللي هي إيش هنا عندنا؟ Solute هو H2SO4. Okay. والsolvent بيكون ماء صح؟ اللي هو زايد ماء. عبد الله معانا ولا طلعته؟ طيب معاكم انا موجود. ايوه مشغول لكن تحصل قاعد
كنت قاعد اتكلم لي ساعة اخر شيء مسكر السماعة. ما في مشكلة. الآن يا شباب عندنا إيش يا شباب؟ عندنا لما نقول إيكوس على طول هو محلول ماء، يعني المذيب هو الماء. المذيب إيش يا شباب؟ هو الماء. طيب عندنا سلفوريك أسيد اللي هو H2SO4 أعطاني إيش يا شباب؟ النسبة المئوية الوزنية. ممكن نجيب وزن السلفوريك أسيد ولا ما ممكن؟ ممكن نجيبه من النسبة المئوية. تمام؟ هي نفسها الجرام صح؟ الجرام أيها. نعم نعم، ما هي دي وزن الـ 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 المذاب على وزن المذيب في 100، هذه النسبة المئوية. قال لك كالكوليز ذا مول فراكشنز، احنا لازم نجيب عدد المولات لكل، نجيب عدد المولات للماء ونجيب عدد المولات للحامض اللي هي سلفوريك اسيد. بعد ما نجيب عدد المولات نجيب ذا توتال مولز، نجمع عدد المولات الاثنين وبعد كده نجيب الكسر المولي لكل واحد. قال لك ديتيرمين ذا مولاريتي اوف ذا سوليوشن، اذا كان عندنا عدد مولات السوليوت اللي هي هيكون على الحج باللتر. Determine the molarity of the solution given the density. الثاني هنا الدنسيتي اللي هو ده مختلف. من الدنسيتي ممكن نجيب الكتلة، ومن الكتلة ممكن نجيب عدد المولات. وإذا كان جبنا عدد المولات ممكن نحسب إيش يا شباب؟ المولاريتي. إذا أعطتنا ثلاثة، وأتوقع مسألة زي دي تجيكم في الاختبار. أتوقع مسألة زي دي تجيكم في الاختبار يا شباب. طيب نمشي نحلها خطوة خطوة. أول خطوة عندنا النسبة المئوية اللي هي 65. 65 دي معناتها 65 جرام من السلفوريك أسيد على 100 جرام من الصوليوشن. من هنا يا شباب ممكن نجيب كتلة إيش يا شباب؟ كتلة الحامض اللي هو H2SO4. هنا حنحسب الماس. إذا كان عندنا 100 جرام أوف solution هيكون فيها 65 جرام حامض و 35 ماء. هيكون الماء كم يا شباب؟ 35 بالطرح، صح ولا خطأ يا شباب؟ لأنه النسبة بتاعة الحامض 65%، والمحلول ده بيتكون من ماء وحامض، صح يا شباب؟ نعم. بس يا دكتور ممكن سؤال بسيط؟ نعم. مش هي من شروط المذيب عفوا انه يكون هو الاكثر في المحلول؟ لا لا لا، الماء اذا كان مع اي ماده بيعتبروه مذيب حتى ولو كان قليلا، يسموه المذيب العالمي. صحيح كلامك انه المذيب المفروض يكون اكثر الا مع الماء. لكن الان طبعا احنا ما حنقول ذوبنا الماء في حامض، ذوبنا الحامض في ماء، ذوبنا الماء في، لكن حامض مركز جدا بنسبه 5. طبعا الحامض الان بتلقاه مركز بنسبه 98%، بالرغم انه في الماء لكن بيكون في المعمل اللي بنستخدمه ونجيبه مركز اللي هو عباره عن 98%. طيب هنا الان حسبنا كتله المذيب وكتله المذاب، نقدر نحسب عدد المولات ولا ما نقدر نحسب عدد المولات؟ عندنا H2SO4 حسبنا المولر ماس قبل قليل قلنا 98، والماء اللي هي H2O الماء هيكون 18 المولر ماس بتاعه، ده جرام بير مول وده كذلك جرام بير مول. إذن عندنا هنا ممكن نجيب عدد مولات الماء اللي هي 35 قسمة 18، وهنا عندنا 65 قسمة 98. من هنا جبنا عدد المولات، عدد المولات نجمعهم مع بعض هيدونا عدد المولات الكلي، وبعد كده ممكن نجيب المول فراكشن. إذا نمشي لعدد المولات 35 قسمة 18 وعندنا 65 قسمة 98، ده عدد المولات، نجمعهم مع بعض يدينا عدد المولات الكلي للماء 1.94، يبقى 1.94 على عدد المولات الكلي. طبعا ممكن نجيب للاسيد بالطريقه دي يا شباب، لانه احنا قلنا المجموع الكلي للمول فراكشنز بيساوي كم؟
واحد، صح ولا خطأ يا شباب؟ نعم نعم. إذا بالطرح ممكن، إذا كان جيب عندنا اثنين فقط، عندنا two components، إذا كان حسبنا واحد وهم مجموعنا الكلي يساوي واحد صحيح، إذا ممكن بالطرح نجيب الثاني أو نشتغل عادي. طبعا ممكن هنا برضو تقول صفر فاصلة ستة ستة ثلاثة قسمة اللي هو العدد الكلي للمولات وتديك نفس النتيجة. طيب عايز مولاليتي، شوف السؤال الثاني قال لك determine the molality of the solution. molality of solution، المولاليتي هي ايش يا شباب؟ اللي هي مول اوف سوليوت، مول اوف سوليوت حسبناها هي على كتلة المذيب بالكيلو جرام. ما هي كتلة المذيب؟ 35، لكن دي بالجرام، هنضربها في 10 أس ناقص 3 يبقى 663 من 1000 قسمة اللي هي اللي هي عندنا ايش يا شباب؟ السولفنت اللي هي كم؟ عندنا هنا 35، الماء اللي هو 35 اللي هي هنا، لاحظوا 35 في 10 أس ناقص 3، صح ولا خطأ يا شباب؟ صح. واضحة؟ أوكي. طيب السؤال الثالث determine the molarity. المولاريتي ايش يا عبد الله؟ number of moles per liter of solution. لكن يا شباب انتبهوا معاي، اعطاني هنا اعطيك density. ما بيتكلم على نفس التركيز ده، بيتكلم لك على محلول اخر. ايوه الدنسيتي هذه تطلع منها البتر، تطلع منها ايش؟ لتر. طلع منها اللتر. الفوليوم نعم. اللي هي هنا حسب فوليوم اوف سوليوشن. لانه يا شباب الدنسيتي بتساوي ايش؟ دي بتساوي ماس اوفر فوليوم، واحنا عايزين الفوليوم. الفوليوم تحت. هيبقى فوليوم حيكون ماس over density اللي هو هنا الماس 100 قسمة 1. أيوة. طيب يا شباب واضح عندكم كده يا شباب المسألة؟ طيب preparation and dilution of solution، طبعا هنا بعد ما جبت الحجم خلاص عندك المولات تقسيمها على الحجم، لكن الحجم يكون باللتر، الحجم يكون باللتر، لأنه هنا لاحظوا الدنسيتي حطانا لها بإيش يا شباب؟ بالمليليتر. نحوله لليتر اللي هي نقسم على 1000، نقسم على 1000 اللي هي 10 raised to minus 3. طيب preparation and dilution of solutions بيهمنا شيء بسيط جدا جدا. To prepare any dilution solutions، المحاليل المخففة، diluting solutions هي المحاليل المخففة. طيب هنحضرها كيف يا شباب؟ اديكم القانون، خلوا بالكم معي. طبعا ده شغل عملي ما حنجي فيه كثير، وهنا بتكلم لكم على دي البيبيت وده اللي سموه الفوليمتريك فلاسك، ودي الطريقة بتاعت التحليل التحضير. تتوقعوا طريقة التحضير تسألوا منها يا شباب؟ هي ما أظن فيها مشكلة. ما أتوقع يسألكم من طريقة التحضير، صح يا شباب؟ معايا ما يسأل، ما يعرف. لا لا، ما هي ما حد يقول له حنضيف كده وكده، حيسألك. طيب بس نمشي يا شباب ليه اللي هو يا شباب عندنا قانون التخفيف. طيب عشان قانون التخفيف سهل جدا جدا، لكن أسألكم سؤال يا شباب وانتبهوا معاي عشان نذكر قانون التخفيف ده تاني ما ننساه خالص. الآن إذا كان عندنا 2 جرام من السكر، 2 جرام من السكر ذوبناها في 100 سنتيمتر مكعب، تمام؟
قمنا بعد ذلك زودنا الحجم ده، بدل نقوم 100 حولناه ل 200. هل الاثنين جرام زادت ام نقصت ولا كما هي؟ ممكن تسأل السؤال دكتور؟ الان انا جبت اخذت لي سكر، تمام يا شباب، وضعت السكر ده في اناء، تمام، وصبيت فيه ماء 100 سنتيمتر 100 ملي، صبيت فيه 100 ملي، تمام، وذوبته، ثاني اضفت 100 ملي، صار المحلول الاول، المحلول الاول كان كم؟ 100. المحلول الثاني صار كم يا شباب؟ 200. تمام. السكر، كمية السكر الموجودة زادت أم نقصت؟ أم لم تتغير؟ لم تتغير. لم تتغير. إيش اللي تغير يا شباب؟ الكونسنتريشن. الكونسنتريشن، تمام. عبد الله كذلك أجاب نفس الإجابة. قال خففنا المحلول، ما غيرنا في الكميات، كمية المادة المذابة. ما غيرنا في كمية المادة المذابة. عشان كده الإنسان إذا كان مثلا عنده سكري وما بيشرب سكر ومشى للناس قال لهم والله يا شباب أنا بشرب بدون سكر، يقول له لا يا أخي سكر خفيف كده انزل زود لك مويه. مهما زود من المويه السكر الموجود في الإناء أو في الكاسة هو نفس السكر، بس الطعم بقى خفيف. يعني الطعم أنت في فمك ما تذوق طعم السكر، لكن كمية السكر أخذتها كاملة أنت، هيكون عندك مصيبتين، شربت ماسخ وكلت السكر. يعني احسن كان تاكل السكر يعني طايم كمان. اذا كميه عدد المولات قبل التخفيف بيساوي عدد المولات بعد التخفيف، صح ولا خطا يا شباب؟ لانه الكميه ما بتتغير، الكميه لا تتغير، اذا عدد المولات هي الكميه. طيب عدد المولات من المولاريه، اذا كان قلنا المولاريه، المولاريه بيساوي شنو يا شباب؟ عدد مولات المذابة. هي المولز على الفوليوم، صح؟ طيب المولز حساوي شنو؟ المولز تساوي اضرب ضرب عكسي. المولارية في الفوليوم. اوكي. صح ولا خطأ يا شباب؟ ايوه. طيب عدد المولات قلنا لا يتغير. يعني اذا كان صبينا جرد المويه او سط المويه او غيره، عدد المولات اللي بدينا به وما بيتغير. طيب عدد المولات قبل التخفيف، قبل التخفيف نرمز للمولاريه ب ام 1 والفوليوم ب ام في 1، يا ده عدد المولات قبل التخفيف. طيب عدد المولات بعد التخفيف، المولاريه صارت كم يا شباب؟ ام 2، والحجم صار V2، لكن هو نفسه عدد المولات. إذا حيساوي لنا عدد المولات بعد التخفيف M2 V2، وده قانون التخفيف. ده قانون التخفيف بيقول عدد المولات قبل التخفيف يساوي عدد المولات بعد التخفيف. عدد المولات قبل التخفيف بيساوي المولارية في الحجم قبل التخفيف، وكذلك عدد المولات بعد التخفيف بيساوي المولارية بعد التخفيف في الحجم بعد التخفيف، اللي هو ده القانون يا شباب. طيب هي M1 concentration of the concentrated solution اللي هو ده المركز، يعني قبل التخفيف concentrated. طيب وده حجمه. طيب M2 اللي هي diluted solution اللي هو المخفف، يعني بعد التخفيف، تمام يا شباب؟ طبعا اذا كان قال لك حضر اي محلول بالتخفيف بتاخذ تطبق هذا القانون. ما عايزين ناخذ طوالي على طول المساله. قال لك ستيت ذا بروسيجر فور بريبيرنج كذا، لا ما بتحتاج ستيت بروسيجر كذا. طبعا بس الحسابات هي المهمه، خلونا نقول الحسابات ما نقول التفاصيل. قال لك ستيت ذا بروسيجر فور بريبيرنج 100 ملي من ايش؟ ايكوس 0.75 مولر NaOH. ما هو المذاب وما هو المذيب؟ المذيب هو الماء والمذاب هو على طول المذيب هو ايش يا شباب؟ الماء، لانه ايكوس. وما هو المذاب؟
نعم الصوديوم هيدروكسيد، الصودا الكاوية اللي هي دي يا شباب NaOH. تمام، احنا عايزين 100 ملي. اذا يا شباب ودي عدد المولات، من عدد المولات ممكن نعرف كم جرام حنذوبها. عندنا عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم، ممكن نجيب الجرامات ولا ممكن نجيب الجرامات؟ ممكن ده عندنا مولات. ايوه عندنا عدد المولات اللي هي number of moles بيساوي شنو يا عبد الله؟ بيساوي الماس بالجرامز over مولر ماس. مولر ماس، المولر ماس هنا 23 زائد 16 زائد 1 اللي هي 40، يبقى حيكون العدد اللي عندنا هنا عايزين النمبر نضربها في المولر ماس، ندينا الجرامز اللي هي 0.75 نضربها في 40، هتعطي على طول الجرامز تساوي كم؟ اللي هي 0.20 3 يبقى 30، يبقى 30 جرام. 30 جرام من هيدروكسيد الصوديوم نجي نضعها في كاس ونزوبها وننقلها للفوليمتريك فلاسك. فوليمتريك فلاسك طويل كده ناخدها فيه وعنده علامة فوق، نتم 30 جرام دي نتمها ل 100 للماء. هذا هنا تلقاها مكتوبة اللي هي حسب هنا، هذه هنا طبعا حسب في النهاية 3 جرام، سوري أنا حسبتها خطأ، 3 جرام مش 30 جرام، 3 جرام لأنه 75 اللي هي في 40. طيب 3 جرامات، تمام 3 جرامات دي حنزويبها ونتمها في بوليمتر فلاس، بعد كده نضيف الماء. تمام يا شباب ولا ما تمام؟ هنا أنا أخطأت في الحساب هنا يا شباب، 40 في 75 بيساوي 3 ما بتساوي 30. معايا يا شباب ولا ما معايا؟ اوكي 40 ضرب اللي هي 75 من 100 بتساوي سوري تساوي 30 جرام. ايوه لكن ايوه بتساوي 30، لكن 30 حنحولها للتركيز وعايز المولارية. هذه أعطاني يا شباب، أعطاني هنا المولارية ما أعطانا المولات، معلش ما أعطانا المولات يا شباب، أعطانا المولارية. المولارية 30 حنقسمها على عدد المولات على 1000، دي المولارية صح؟ طيب إن 100 ملي لأنه حنزيوها في 100 ملي حنضرب في 100، إذا الجرامات المذابة في 100 ملي ما حتكون 30 حتكون 3، لأنه في 1000 بتكون 30 لكن في 100 حتكون كم؟ 3. طيب 3 حنضعها في الفلاسك ونزوبها ونتمها لكم 100، دي ما فيها شيء يا شباب، أنا ما شايف فيها حاجة تضيعوا فيها زمنكم. طيب السؤال الثاني state the procedure، انتهينا منها. for diluting اللي هي الملارية كم هنا يا شباب؟ 75 قبل التخفيف، والحجم كم؟ 150 ده بعد التخفيف to obtain، يعني ده الحجم الثاني. إذن هو طالب الحجم الأول، ناخد كم من هذا المحلول المركز ونتمها ل 150 عشان تدينا 1 من 10، ده التركيز الثاني. اذا حتكون الام الاولى هذه 75، دي الام الاولى 75 حتكون ضرب في 1 مفقوده بتساوي 150 ضرب 1 من 10، هذه هي هذول هذه الموجود. طيب اذا كان حسبناه 20 ناخذ 20 ونتمها لكم؟
نتمها ل 150، لانه الحجم الكلي كم؟ 150. طيب فوليومتريك اناليسيس اللي هي دي يا شباب المعايره، دي المعايره، قانون المعايره طبعا معروف يا شباب، خدنا قانون المعايره في الثانوي اكيد صح؟ طيب قانون المعايره يا شباب، اول لابد نكتب المعادله الموزونه، الاي والبي بناخذها من المعادله، مثلا الان هذه المعادله H2SO4 زائد NaOH، ده نسميها يا شباب شنو؟ التعادل، تعادل الأحماض مع القواعد، نسميها تعادل الأحماض مع القواعد. كما يعني الحامض يتفاعل، عندما يتفاعل الحامض مع القاعدة يعطي ملح زائد ماء، يعطي ملح زائد ماء، اللي هو الملح هنا عندنا شنو يا شباب؟ كبريتات الصوديوم. طيب نوزن المعادلة، A يا شباب للأسيد، A للأسيد وبي للبيز. طيب ايه عبارة عن شنو؟ النسبة المولية للحامض، كم النسبة المولية للحامض الآن؟ واحد، اللي هي الحامض ما مضروب في شيء في المعادلة. بعد ما نوزن المعادلة نشوف معامل الحامض ايش؟ ما عنده شيء، يبقى يساوي واحد. طيب بي اللي هي للقاعدة بيز يساوي اثنين، حجم الحامض اللي هي خلاص ده معطى 20، حجم القاعدة 21. طيب مولارية القاعدة معلومة، لكن مولارية الحامض مفقودة، نطبق القانون بتاع المعايرة اللي هو MA VA over A يساوي MB VB over B. كل الأشياء دي عندنا ما عدا MA هنطبق مباشرة في القانون، بيجينا اللي هي مولارية الحامض اللي هي المطلوبة. طبعا دي بروسيجر في المعمل، وفي فيديوهات بتحكي الكالكوليشن بتاع المعايرة بصورة مفصلة بتلقوها في اليوتيوب. طيب يا كده بنكون انتهينا من solutions concentrations and volumetric analysis.